جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نحن في صحراء وبيننا وبين مسجد مسيرة ساعة وثلث مشيا جيدا، وهذه المسافة تقدر بنحو 7 كيلومترات، وأحيانا تفوتنا صلاة الجمعة في ظروف العمل عندما يصادف هذا العمل يوم الجمعة، وأحيانا تفوتنا 3 جمع متتاليات، فما حكم ذلك؟ وكم عدد المصلين الذين تقام بهم صلاة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. أولا بالنسبة لكم، ما دمتم تبعدون عن المسجد هذه المسافة 1.5 ساعة للماشي أو 7 كيلو تقريبا، فإنكم تحرصون على صلاة الجمعة مهما أمكن، لأن في ذلك الخير والاحتياط للدين. فمهما أمكن أن تحضروا لصلاة الجمعة، صلوا مع المسلمين، فإن ذلك خير لكم وأبرأ لذمتكم. وإذا حال حائل دون حضوركم لبعد المسافة وليس هناك وسيلة نقل تنقلكم إلى الجامع، فنرجو أنكم معذورون في هذا وتصلونها ظهرا. وإذا كان عندكم جمع كثير وأنتم مستوطنون دائما في مساكن، فالأولى أن تتقدموا إلى الجهات المختصة بطلب الإذن لكم بإقامة صلاة الجمعة في مكانكم السكني، وليس لعدد الجمعة حد محدود، لأن هذا لا دليل عليه. الصحيح أنها تنعقد الجمعة بالجمع الكثير والجمع القليل والحمد لله، لكن الشأن في أن يكون هؤلاء الذين يصلون الجمعة مستوطنين دائما فيما جرت العادة ببنائه في مكانهم. نعم. جزاكم الله خيرا. أقل عدد تنعقد به الجمعة، يحفظكم الله شيخ صالح. أشرنا إلى هذا، قلنا ليس هناك حد محدود. نعم. فتنعقد الجمعة العدد ولو كان قليلا، ولو كان 10 أو أقل أو أكثر. ما شاء الله.